درجة الحرارة اليوم 27. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نتخذ الطريق الخارجي. هذا لو هذا ما أعرف صراحة. ننتقل بسم الله الرحمن الرحيم. 到达沙北收费站，注意出收费站后进入环岛。لا لا ما يحتاج. نزلنا الموبايل شوية لأن شنو لازم نسلم الكارت. 请稍后，请调亮手机出示付款码或刷卡支付。 نالفو سامع لحظة واجيك يجين هلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله نبدأ رحلتنا. مساكم الله بالخير والعافية والبركة. احنا حاليا رحلة ما اريد اقول كم كيلو متر لان ما اريد اصدم يوسف، بس خليها سهله، خليها سكته. اسكت لكم ضل، لا تباوع، اسكت لا تباوع، يوسف ينصدم ما يتحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله طبعا درجه الحراره 27 والجو يخبل. احنا حاليا بكوانزو. لا 700 كيلو شنو وين رايحين؟ ما تقول لي لاخر الصين. انت بس مالك شغل، انت بس خليني انا اقود وانت افتح لنا مقويات. مساكم الله بالخير والعافيه والبركه. يا هلا يسعد صباحكم بالخير، الله يبارك بيكم. الساعة 3:49 دقيقة عندنا هسه. صباح النور، يسعد صباحكم بالخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا. هذه كوانزو. كوانزو نعم، كوانزو حارة. يعني هسه احنا مشغلين تكييف، درجة الحرارة عندنا 27. أما مدينتي اللي أنا جاي من عندها لا باردة، كانت درجة الحرارة 5 و4 و6. احنا داخل المدينة وهسه راح نطلع الطريق الخارجي. رايح اخذ يوسف بجولة لان يعني ما شاء الله هاي الايام عمل جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك اخذك احل ما قبلت. طبعا احنا نستخدم الجي بي اس الصيني. اللي هو يقول زوجوان يعني يسار. سيارة المقابلنا هذه سيارة كهربائية آيون أعتقد اسمها. هواية طبعا هواية هاي السنة كلش هواية مصانع سيارات كهربائية جديدة انتشرت عندنا، من عدا البي واي دي وحتى شركة هواوي اللي هي تصنع الموبايلات هم صانعة سيارات هاي السنة. اوه كهربائية. اي شوف كله كهرباء. هذا كهربائي، هذا كهربائي، هذا كهربائي.
رخيص. مو سعر السيارة رخيص، وإنما الصرف، صرف مالته رخيص، والحكومة الصينية تدعم هذا الشيء. يعني حتى السيارة تأخذها بالأقساط وبدون أجور إضافية قوية، يعني مو نفس السيارة البنزين. يعني مسوين بيها فتسهيلات خاصة. شنو المستفيدة؟ شنو المستفيدة؟ تساعد المواطنين على مود يحدون من التلوث، وهاي الأمور فيها وايد فوائد للمستقبل. مو له فائدة مالية طبعا. ها يوسف الطاقة فول. يلا أول مرة أروح للساحل نسبح بالساحل. ها أول يا اخر داخل يوسف يستمتع، يعني يسبح على الساعة ما يقبل، يقول لا ياسر نشتغل. لا انا اشتغل يا اخي، ما يشتغل ما يخلص. عارف الان لما تقول لي بنروح الساحل ايش افكر؟ سر كمين والله. كمين؟ كمين والله. زين اقول لهم اليوم وين وديتك الصبح، لو خليها مفاجاه. لا مفاجاه احنا بنسويها بعد اليوم الصبح، يعني مهم مفاجاه، يعني ما اقول. لو كان سويناها يوسف كنت ساكن هنا انا. هو؟ يعني عارف المنطقه. اي هذا ستاربكس، وهناك في دومينو بيتزا. اتذكر الهام راحت سالتهم عندكم بيتزا نباتيه. ما كنت انت الهام صح؟ هاي شوف دومينو شوف. ايوه ما شاء الله ياسر ذاكرتك قويه. سكننا هنا بس ما اتذكر شنو حصلنا اي شروه. اكفى شيء قريب علينا هنا بس ما اتذكر. انت الهام صح؟ كم اي انا الهام. انا نفس السفريه. ها نفس السفريه. لا 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 انا والهام مو نفس السفرية، يعني مو مثلك مثلا انا وياك نتعب وفوقه فوقه، لا نقعد الفندق نرتاح ننطلق، نقعد نرتاح وننطلق. انا وياك ما شاء الله بالليل نقود وبالنهار نشتغل. شوف الطويلات كل ساعة منطقة جبلية كل ساعة. اي اكيد انا يعني الحمد لله وشكر اعمل بجد والعب بجد. عرفت شلون؟ لما قاعد يشتغل في عمل جد. لا احنا شوف خليني اقول لك شغله، اللعب بالصين مو رخيص، يعني اذا تريد تستمتع بالصين مو شيء رخيص. مثلا الفنادق الراقي من تروح لغير مدينه، فندق راقي اقل شيء باليوم 100 دولار، اذا فندق مرتب. هاي الفنادق البسيطه 30 دولار 20 دولار. عرفت شلون؟ يعني اكلك شربك ما ادري شنو، تستمتع طب مدينه العاب، تصعد جبل تقفز من فوق الطائره مثلا، تصعد مظله تصعد منطاد، هاي الالعاب اللي تراد لها فلوس، استمتاع يراد لها فلوس. احنا شو نسوي؟ تشتغل طلع فلوس، مثلا طلع لك 1000 دولار اصرف لك 100 دولار ماكو مشكله. بس ما انت نطلع لك مثلا 200 300 دولار وتريد تصرف لك 100 دولار، لا خساره ما تصرف. يعني لازم واحد يحسبها. اي استمتع بالحياه، العب لعب، شو تسوي؟ سوي بس انت اعمل. اللعب غير يراد له فلوس. قصد الطيران اقل حاجه رجلات. احنا هسه صار لنا 3 ايام 4 ايام تقريبا، بعنا شيء 3 ارباع الحاوي، 3 ارباع حاوي، احذيه على العاب على شروات ملابس مختلطه. يعني لسه ما طلع عندنا ربح زين، ما يسوى السفره مالتنا بعد. بس البارحة بالليل، لا البارحة بالليل انا وديت يوسف المكان، صعدت بسيارات الكهربائية، صعدت بلعبة الدجاجة، مو صعدت يعني انا وياه استمتعنا صراحة، شربنا قهوة. ما ادري باليوم كم ساعة جاي ننام هاي الايام، كم ساعة؟ كم ايه؟ ست ساعات خير من الله، كافي صراحة، ست ساعات كافية. بس الست ساعات واحد من يستيقظ يحس نفسه ما شبعان نوم، بس هي للجسم كافيه كلش كافيه. شوف في مثال يقول لك، ايش يقول لك؟ ما اعرف المثل شو يقول. ريتش بيبول دي دينت سليبي دورين. الله عليك، اسمع المثل مال يوسف يقول الاغنياء لا ينامون كثيرا. لا ينامون 8 ساعات. 8 ساعات؟ ما ينامون 8 ساعات. ها ما ينامون 8 ساعات. ينامون 6 ساعات. صراحة أنا أحب أنام 9 ساعات، بس ما أقدر أنام 9 ساعات يضيع النهار. لا حرام تنام 9 ساعات. أنا أهم شيء عندي أقعد الصلاة الصبح وأقعد الصلاة الظهر. عرفت شلون؟ مرات اذا تعبان كلش اقعد استيقظ اصلي وارجع انام. الظهر الظهر والصبح اثنينات.
هذا كلش كلش تعبان، ابقى قاعد للصبح، اصلي الصبح انام وبعدين اقعد ويا صلاة الظهر، اصلي الظهر انام لي في ساعتين وبعدين اطلع للشغل. هاي اذا عندي بث مباشر بالليل مثلا، مرات بث مباشر بالليل للصبح، لان توقيت الصين تعرفون فرق 5 ساعات على الدول العربية. يعني الحمد لله والشكر وياها وياها، انت لازم ترتب وقتك على مود تقدر تشتغل. روح حبيبي روح. طبعا انا ابد ما اطلع سفره اذا مو طريقه اشغل لي دعاء، اشغل لي قصص، انا ويوسف نشغل قصص، نشغل محاضرات، نشغل كتب مسموعه، كل شيء نشغل، بس ما نشغل الاغاني، لان انا الشخص اكره الاغاني. اشغل شيء استفاد من عنده، درس، محاضره، مقاطع واحد يسولف قصص باليوتيوب، ايش؟ اعلم نفسي ايش؟ تعلم لي لغه، اليوم الازدحام مش حلو؟ الازدحام. ساحل ما عميت علينا يوسف، عميت علينا الساحل 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 الساحل. احنا هسه طبعا هاي مدينه يسموها، هي اسمها كوانزو بس احنا مو بالفعل بكوانزو، بس حاليا ها دخلنا كوانزو. احنا جينا من مكان اسمه كواندوم، شو اسمها؟ كواندوم. وهسه هذه كوانزو، راح نمر بطريقنا هسه الاجمل مدينه بالصين. اكو وحده بنت تبيع كوفي، يوسف يريد يشرب يمها كوفي، لان الكوفي كلش لذيذ. هذا شو اسمه هذا الكوفي؟ شو اسمه؟ شو اسمه بالصيني؟ علمني اسمه. صباح النور، الله يبارك فيكم. ها سيان تشاو 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 مو يعني بالصين الرائحه الكريهه؟ ها رائحه جميله، رائحه جميله. هذا الطعام اللي ريحته كريهه شو يسمونه؟ على موز. لا لا، الطعام اللي رائحته كريهه شو يسمونه؟ تشاو. والرائحه الجميله شو يسمونه؟ تشاو ويداو خاو. لا هسه انت مو قلت هاي هاوشان، يعني رائحه جميله. هاي ايش بيها سيارتها؟ بس وين وقفتي؟ زعفر وين وقفت؟ وين وقفتي؟ لا 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 لا، ليش ايش وقفتي؟ ليش؟ لا يمكن عندها مشكلة بالسيارة أو شيء. لو رجعنا الكافي حقنا سيانا أحسن كافي. إي تقود لك 30 كيلو متر على ما تروح تشرب كوفي. بس إذا موجود ذاك نيرو. ها؟ إذا موجود صاحب المحل. صاحب المحل؟ قصدك صاحبة المحل. أتفضحنك بالبيت. أفضحك؟ لا أفضحك. بالبيت؟ لا لا، أنا إحنا نريد نتزوج. ما اريد ندور هاي السوالف مكسره. لا بس اني يعني صديقه صديقه كيوت. صحيح عم قال كيوت. اسكت اسكت انت تذبح روحك. اسكت. لا صديقه كيوت طبيعي. لا الصينيين كلهم يعني لطيفين صراحه. اي والله. يعني طريق تقريبا شيء يعني مو هواي، فتسع ساعات هيجي رادلنا. هذا جرينا جرة واحدة ممكن 7 ساعات. إلى وين؟ إلى وين؟ شوف يا أخي، شوف شوف أحلى شيء بيوسف ما عنده مشكلة، يعني إيش قد يعجبني الشخص، شغلنا السيارة طلعنا ما يدري إحنا رايحين كيلو كيلو وين، ما يدري أنا راح أقود السيارة 700 كيلو ما يعرف هذا الشيء. حتى لو يعرف ما بيغير حتى إي هذا والله هذا أحلى شيء بيك، يعني ليش أنا مرتاح وياك عرفت شلون؟ ما عندك مشكلة، نتعب نوقف، ننعس ننام بالسيارة، ما عندنا أي مشكلة. هاي واي اي هسه راح ننطلق الى الطريق الخارجي سريع، لان هاي طرق بعدنا ما واصلين للطرق الخارجيه. تواصل مع ام راشد. اخلص تمام، اخلص القياده والنوقف نشوف الموضوع. خليني بس اتاكد من الموظفه، اذا قالت ما ممكن نشحنها لان هي قالت انتظر، اذا قالت ما ممكن نشحنها اوكي. كبيره
قول له مراشد قول له بس انت طلعت اتاكد من الموظفه، اذا الموظفه قالت ممكن نشحنها بس ترد لنا خبر، اذا ما ممكن خلاص نلغي الاوردر مالته، اذا ممكن اليوم كلها ازدحامات. شلون طريق حلو يعني، الحمد لله ازدحام بس ماشي. تعليقات ما تظهر عندي او ماكو تعليقات لا اعرف. صباح النور. اي والله صدق اليوم البث على اليوتيوب لين ذاكر احبابي، انا ادري مقصر وياكم جماعه اليوتيوب من المكانات اللي اروح لها ولا كلها على الفيسبوك ابد. مرحب يا اهلا وسهلا الله يبارك بيكم. لا انا استمتع بالبث مال اليوتيوب لان ما بي هواي اشخاص، اذا اسوي بث على الفيسبوك لا ما اقدر اسكت ولا دقيقه، لازم اقرا التعليقات في يوتيوب. انتم كم واحد براحتنا نسولف. شلون اشتغل اني؟ انا اشتغل بهالطريقه هاي. طبعا طول عمري اغير، يعني دائما اغير الخطط. اخر خطه مشيت عليها هي قبل سنه واللي جاي امشي عليها حاليا، انه اسافر من مدينه لمدينه. وين القى مكان به هواي شروات او به مستودع متروس، اشتري المستودع كله هو وغراضه. المستودع ادفع ايجار ايش قد، انا اشوف نفسي ايش قد واخلص البضاعه مثلا 3 اشهر سنه. هسه اخر مستودع اللي هو بونزو اخذت المستودع اجرته لمده سنه والبضاعه كلها اشتريتها، وابقى ابيع 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 بالمستودع، اخلص المستودع مع السلامه، الم تشويلاتي ما عندي يعني طابعة او كمبيوتر وغراضي بالسياره، المهم وانتقل المدينه اللي بعدها. هاي افضل طريقه توصلت لها خلال هاي السنوات اللي انا بالصين. مثلا هسه بكوانزو مثلا اذا لقيت بضاعه قليله يعني مو كميات كبيره شو اسوي؟ اشتريها ادزها لمستودعي او على عبت عليها واشوف الطلب عليها قوي مو قوي، البضاعه اللي متاكد من عندها اشتريها مباشره، البضاعه اللي ما متاكد من عندها لا بس ابث عليها واعوف هيك اشتغل. بس افضل طريقه توصلت لها اني هسه حاليا انه شنو اخذ مستودع وهو وغراضه وكذا، ابقى ابيع 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 بيه يخلص خلاص انا مغراضي واروح لغير مستودع. يعني هي حلوه. طريقة حلوة متعبة شوية بس حلوة. يعني حلو انت من تغير بضاعة مختلفة، الزباين اللي عندك المتابعين ما يصير عندهم ملل. يعني مثلا مرات الناس تقول لك تشتغل بس بالاحذية، لا انا هسه حاليا عندي كمية كبيرة من الاحذية، يجوز بعد شهر بعد 20 يوم تخلص الاحذية، ماكو احذية، ابقى ادور شنو احصل. مرات احصل شروات اثاث، مرات احصل مواد منزليه، مو سهل. الانسان اللي يريد يعمل يتعب نفسه، واهم شيء من يشتغل بتخطيط. يعني مرات انت تتعب بدون فائده، تتعب وتشتغل ليل ونهار وشيء وكل شيء ما تحصل، ليش؟ لان شغلك مو صحيح، تخطيطك مو صحيح. التخطيط يجي قبل العمل، يعني العمل بجد حلو، بس اذا بدون تخطيط فاشل يعتبر، يعني واحد لازم ينتبه. لازم من تحت الجسر. هذا البرج اللي تريد تروح له يوسف. انا ما شفته ما طلعت شو هذا البرج؟ انا ما اعرف الجوانزول بالبرج ذاك.
يوسف يريد يروح البرج كوانزو. المشكله المدن الصينيه يعني كبيره، تخيل تروح من مكان لمكان 100 كيلو 200 كيلو بنفس المدينه، مرات يراد لك 60 70 كيلو على مود توصل الفد. الفد مكان سياحي، احنا لحد الان يعني ما تعنينا على مكان سياحي لان الوقت ما يكفي، فما تعنينا على مكان سياحي. اللي يجي بطريقنا نصوره نستمتع به، اللي ما يجي بطريقنا ما نروح. من فوق ولا من تحت يا معود؟ شو ما كاتب هذا؟ من فوق ولا من تحت؟ فوق ولا من تحت؟ احكي جي بي اس ما يحكي، ما ادري ايش فيه. غلطة 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 بألف غلطة بألف. بسم الله الرحمن الرحيم. غلطة عدة كيلو ما أعطاني أي إشارة. قد واحد من الثلاثة وتوكل على الله. أو أنا أقول واحد اثنين ثلاثة، ما أقول واحد اثنين ثلاثة، قبل أتوكل على الله. فرني فر هات الطرقات اعتقد اني الفرقات صح. ها اعتقد اني الفرقات صح والله صراحه ما اعرف اكذب عليك. دين ما انطاني الجي بي اس، ما انطاني اي شعار. مرات الجي بي اس هم بس يتاخر شوي، الانترنت ضعيف او شيء تخرب السالفه. يا ساتر يا ربي، حادث حادث. اوه يقول افتر وارجع. في غلط صح، طريق خطا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر ترجع من هنا؟ ارجع عادي لين هذه الطريقه بالسايدين. سيارتنا كبيرة والطريق ضيق. هذا الشارع مقطوع، اقول ليش جت السيارات منه سبب الحادث. اعتقد احنا جاي نمشي بالرون سايد، اعتقد. يلا يا خرباني. لا لا لين حادث، قانون عندنا هنا مضبوط بس حادث، فجينا بالرون سايد. الحمد لله والشكر سبحان الله، هذا الحادث فادنا. كان ترين المكان بعيد تدري يا اخي، مو طرقات غريبه عجيبه. هاي كوانزو غريبه عجيبه، احنا هناك بمحافظاتنا ذيك يعني انا بونزو بايو ما عندنا هيش طرقات، هنا طرقات غريبه عجيبه، دهاليز دهاليز تقول فروع. خاب اليوم استمتعتوا جماعه اليوتيوب متابعيني. انا مقصر ياكم بس هذاك تفاعل قوي بخدمتكم، بس التفاعل القوي بالعكس ما لحق عليه، خلي بدون تفاعل احسن. لا لا ما اريد من يصير تفاعل قوي، ما اقوم له مشكله. انا ليش ما سويت بث على الفيسبوك اللي ما يخلونا اسوق؟ ليش ما تروح يا اخي؟ شنو هاي الطرقات دوختني والله. يقول اطلع على اليسار. هذا حادث ولا شنو؟ على اليسار الحادث. لا مو حادث، هذا طريق. بس ايش قد كم متر بارتفاع مال الجسر؟ شوف لي كم متر. لا لا كبير. ذاك كم متر؟ ارتفاع الجسر بس شوف لي 3 متر 3 ونص. ايش قد؟ 4 ونص. 4 ونص؟ الحمد لله وشكرا ممتاز. بالعافيه خليكم مستمتع. اي 4 ونص الحمد لله وشكرا. مشكلة انا هاي سيارتي مرتفعة ما تطب بأي طريق. وهاي الطرقات هنا ضيقة. اي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خايف تمشي فقاع من لك صارت بيها سابقا.
طبعا احنا هسه حاليا في الشارع اللي بيعون بيه ملابس جمله، بس ما اقدر اوقف. اول شيء ما اقدر اوقف، ثاني شيء انا ما اشتري من هنا، دائما اروح للمصادر، للريف، ادور شروات رخيصه لان انا معروف بالرخص. ملك الشروات اسمه. ها اسمي ملك الشروات؟ يوسف يسميني ملك الشروات. مشهور بالصين كامل يعني، عند الاجانب ايه. ماش عند العرب. لا الحمد لله وشكرا انا مشهور بفضل الله سبحانه وتعالى، واكيد هذا ما اجى بسهوله. يعني صدقون السنوات اللي مضت انا بس كنت اطمع اسم لنفسي. ماكو ربح يعني. ربح اصلع على الاعلانات. اعلانات دعايه شيء اتعب، لكن هسه بهاي الفتره الحمد لله شكر اسمي صار توب. ها دخلت؟ اي والله دخلت؟ يا معود استرخي. نعم اكيد غير هاي الطرقات، بس خلينا نطلع من المدينه نرتاح. هاي الطرقات الداخليه مزعجه. الكاميرا بهيك وضع زين، انا رابط الكاميرا بالجامعه مال السياره. تصوير حلو واضح، تشوفون الشارع. يا الله بعد لنا 697 كيلو ما شاء الله، ما ضل شيء، ما بقى شيء. السفرة الثانية إن شاء الله تعالى نخلي ستائر بالسيارة، نسوي له ستائر ونسوي سرير بداخل السيارة، حتى شنو بعد ما نبات بالفندق حرامات. المكان ما نصرف فلوس بالفندق نستمتع بالسيارة، نروح لنا فد بارك، لأن المناطق بالصين كلش حلوة. ما شاء الله احنا سيارتنا بيها كهرباء، بيها بطاريه خارجيه، كل شيء بيها. بس يحتاج لنا حمام. لقيت حمام يبيعوا بالانترنت قبل فتره، شلونه؟ قاعده حمام غربي هيك بلاستيك، تنصبه باي مكان وتعملها وتسده. راجل خربان. لا مو خربان، صدقني راح تتفاجئ. وبي ماده بداخله يمتص المي يسوي لك اياه مثل الرمل. كرم الله. هسه حشوفك اياه، ورخيص كلش رخيص. يمكن ب 40 رمان به شيء، مو استعمال مره واحده، تفتح كيس تعملها تشد كيس ترمي، بس الكيس لا يصير ريحه ولا يصير اي شيء. الحمام هو هذا شيء يسوي يبسها. انا راح ارتب لك شغله، ما لك شغل. احنا بعدين احنا اذا اردنا نبات بهيج مكانات، بارك بي حمامات وبي كل شيء. نفس الاماكن الاستراحه. هو اي عافيه ماكينه الاستراحه. خلاص ما يحتاج لها حمام. ما تحتاج، هو يمك الحمام ويمك كل شيء. بس انا اقول لك كل شيء يمك. طعام، مي ساخن، شو تريد؟ ما يحتاج قهوه، اكل. انا بالاستراحه عندهم شغله كلش حلوه، يبيعون هاي الذره المشويه المسلوقه مو المشويه. تعرف الذره تعرفها صحيح؟ اكيد. ليش فاتح الجام؟ شغلك تبريد على الجو حار. اي هاي ام الخير هاي بيتنا المتنقل. كلش احبها هاي، لان سابقا كانت ما عندي سياره، قبل فتره خسرت واخذوا حتى السياره مالتي الصينيين اللي يطلبوني فلوس، وبقيت فتره طويله بدون سياره، فهسه من حصل السياره صارت عزيزه علي. هاي الطرقات طبعا احنا هسه بالجبال، يعني هاي بالاصل كانت جبال وبلطوها وصارت مدينه، فتشوفون الشوارع مالتها غريبه عجيبه، مو شوارع عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. على الوعد احنا يوسف، اذا بعنا شروات قويه هذا الاسبوع اخذك للساحل. هو الساحل، بس الساحل يا اما يعني يا اما مدينه بارده يا اما مدينه حاره. هسه احنا مدن حاره، بعد اسبوع ما نعرف اذا كنا مدينه حاره ومدينه بارده. دين الصين ما شاء الله من مدينه لمدينه كانما انت بغير دوله. هسه هاي المدينه صيف، هسه عندنا الناس يروحون هنا بهاي المدينه للبحر، يروحون للساحل يستمتعون. اما مدينتنا ديش الثانيه لا، برد مو طبيعي. خلاص لا تغيرنا الساحل. لا 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 اوديك للساحل. غيرنا الساحل سيف والله. لا شو تريد تلعب؟ قفزت الطياره. تقفز من الطياره؟ اوكي. يلا. اي انا للساحل ما اخذ له وقت، قفزت الطياره ياخذ له سنين. يوسف يقول ما اريد شو اسمه. خلاص. ما اريد اروح للساحل، غير الفكره. نريد نغير المغامره.
يا ما وصلنا للطريق الخارجي موتتني هاي الدرابين الصغيره. اي اي هذا الطريق الخارجي. يا الله يلا يلا انطلق 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 انطلق. اي الحمد لله راح نودع المدينه. ناخذ كارت وننطلق. شي شيني بسم الله الرحمن الرحيم. اخذنا هذا الكارت ومن نطلع من الطريق الخارجي راح نسلمه وياخذون من عندنا اجور الطريق الخارجي. شوف النظام عندنا هنا بالصين فالشي كلش حلو، انا اتمنى يتطبق عندنا بالدول. الطرق الخارجيه مو مجانيه تمام بفلوس، الطرق الداخليه مجانيه، يعني روح افتر من مدينه لمدينه بس لا تطلع على الطريق الخارجي. الطرق الخارجيه بفلوس، لكن الفلوس اللي ياخذوها من عندك يرممون بها الطرق، وهذا شيء جدا جميل. وين رايح؟ وين رايح لك المكان يعني راح يصدمك. ايش من صدمني؟ خارج المدينه. لا 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 اسكت اسكت، راح اوديك لفد مكان غير الله. او احلى شيء المكان بيربح بشغل يعني فلوس، هاي اول شغله. ثاني شيء بمنطقه سياحيه يعني راح اخليك تستمتع، ما لك شغل. الان ضربنا ثلاث مسافات اربع مسافات شنجين، خمس مسافات شنجين. كم كيلو متر احنا قطعنا خلال هاي الاربع ايام؟ 1500 كيلو تقريبا؟ بالراحه. والان زايد 700 متر، احنا 700 متر كذا ولا كذا بنفس الطريق. شنو 700 متر؟ 700 كيلو متر. 700 كيلو متر يعني. يا الله. خارج الطريق يعني لما نرجع. لا 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 مو خارج الطريق، لا لا راجعين بنفس الطريق. متأكد؟ نفس الطريق. لا 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 نفس الطريق، نفس الطريق بس شوية بينعطاف، مو خارج الطريق. لا تخاف لا تخاف، ما لك شغل، أنا مرتب لك الموضوع. بسم الله. شوف النفق جوا الجبل شلون حلو. بس ما كتبتوا لي التصوير واضح ولا مو واضح؟ بالله افتح اليوتيوب بهذا الموبايل شوف التصوير واضح. بالأحمر. إي. واضح واضح مو واضح، افر الموبايل شوية على اليسار. يا رب عليك اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم انصرنا. ها؟ ايش بيه؟ مشتغل؟ اكيد صحيح؟ السرعة المسموحة 100. بسم الله الرحمن الرحيم. مال الصين ما تمل ما تمل، يعني انت هسه من الطياره تستمتع الخضار والجبال، ومدينه عن مدينه تختلف. يعني هسه احنا مثلا بهاي المدينه، تعال هسه ورا ربع ساعه نص ساعه او ساعه ساعتين على حسب الطرق، انطب بغير مدينه تشوف التضاريس مختلفه، الزرع مختلف، يعني الناس كل شيء اخضر، هناك تلقى غير نباتات غير زرع على حسب المدينه. سبحان الله، والطرق مختلفه كل شيء مختلف. ها واضح؟ يحتاج ان نخلي الموبايل شوي يمين يسار لو خلاص تمام. ما يحتاج. اوكي. خلاص. شاركه على الفيسبوك، شاركه. سوي له مشاركه. شاركه على الفيسبوك. شاركه على الفيسبوك واكتب في طريقنا الى شروة الاثنين دولار. شنو شروة الاثنين دولار؟ اي وانا رايح على بضاعة. قلت لك هذا رايحين على بضاعة وبنفس الوقت نستمتع بالطريق. اثنين دولار شروة الاثنين دولار بيع كل الكمية 10,000 زوج. هذا الطريق الخارجي حلو مرتب. طبعا هذا طريق خارجي ثلاث خطوط، اكو عندنا بعد اربعه وعندنا ست خطوط، عندنا طرق خارجيه ضخمه كلش. خلينا نشوف والله.
من الانترنت شو اسمه الجهاز مال كوفي بعد. ليش احنا يوميا الصبح رايحين للكوفي؟ اشترينا جهاز وخليه بالسياره اخرى هاي الماكينه خليها بس ها اي اشترينا واحد نخليه بالسياره تقريبا. انا قلت انه بنروح السوق اللي حق وانزا اي سوق انا قلت يا سيدي قلت 700 كيلو يقول لك موصل يعني مش حقيقه انه بيروح 700 كيلو. ليش مو حقيقه؟ والله اني قلت مو حقيقه. تدري ليش؟ غيرت الخطه لان عندي واحد زبون يريد يدفع فلوس منتظر بس منتظرني بس اسوي له واحد فيديو على الاحذيه. والله لو ما يدفعش الفلوس لا 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 زبون عراقي هذا صديقي. 700 كيلو متر بنات 700 كيلو 1000 كيلو عمل 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 فلوس ايش فيك انت؟ اهم شيء مش خارج الطريق لا 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 مش خارج الطريق ايش فيك؟ شو اسمها المدينه نسيت. لا لا مو خارج. شوف العمل شهرك الصفحه منو؟ لا انسخ الرابط وتدخل على الصفحه. يلا عادي ماكو مشكله انسخ الرابط وتدخل على الصفحه. السيارات اللي ارقامها اخضر بهالطريقه هذه سياره كهربائيه. ماكو حد يسأل أسئلة. يلا خلنا نسأل سؤال وأنا أجاوب نفسي. السلام عليكم ياسر شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. وعليكم السلام. إيش قد صار لك بالصين حبيبي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. صار لي بالصين تقريبا 11 سنة. يلا السؤال الثاني أسأل نفسي شلون بديت بدايتك بالصين؟ بديت بدايتي بالصين أول شيء اشتغلت عامل. بس تعرفون إيش قد اشتغلت عامل؟ اشتغلت عامل يمكن 15 يوم ما كملت شهر. ما كملت شهر وانتقلت طفرت رسم فتحت عملي الخاص بي لان انا انسان احب العمل الحر. مو شرط انه عملي الحر هذا مربح مو مربح بس ما احب يعني ما احب اتقيد. اشتغلت عامل هواي بحياتي صراحه بس وسط يعني صار عندي افكار وصار عندي طموح اكبر من ما اصير جوا شخص. ومو خطط طبعا واحد يصير جوا شخص على مود يطور نفسه ويبني نفسه لان ما ممكن انت تفتح مشروعك الخاص بسرعه شويه شويه. فقررت افتح مشروع الخاص وبديت تعبت تعب ما ينوصف صراحه ما ينوصف. ليل ونهار ليل ونهار. اذا ترجعون على الفيديوهات القديمه راح تشوفوها. انام بالمستودع اشتغل بالنهار وبالليل انام لثلاث ساعات اربع ساعات. شويه صعدت الشركه مالتي صارت توب. قبل حوالي سنتين وصلت توب. فلوس تمام شغل تمام اسم تمام وكان الصور عندي خساره انسرقت. لا لا ارجوك شلون انتقل؟ لا لا اسف سامحوني على هذه المخالفه. هذا الصوت؟ الصوت هاي الخطوطه بالشارع على مود انت من تجتازها باوع بسرعة بعدين اشوفك ياك. خطوط بالشارع على مود انت من تمشي عليه يطلع صوت بالسيارة على مود انت تعرف. شوف هذا الخط هسه هذا اذا مشيت عليه يطلع صوت يبين لك انه انت طريقك مثلا خطأ او انتبه او كذا. هسه راح اشوفك اكو بعد هاي الابيض اكيد خاف واحد ما منتبه مثلا. هسه انت هذا السايد مالتك المفروض تمشي بهذا. هذا الابيض مو هذا. لا مو هذا يصير ابيض خشن. هسه راح اشوفك اياه. هذا يبين لك لان انت مرات ما تنتبه فاذا تخرج خارج المسار مالتك يبين عندك الشارع يصير مو ناعم فالسياره تطلع صوت. تطلع صوت اي بس حلو الحركه اكيد فشي جميل صراحه بس تستفاد من عنده هواي. هنا 80 بسم الله الرحمن الرحيم. ما بقى شيء ان شاء الله.
ست ساعات ونص ونوصل، يعني نشوفكم بالليل. يضحك يوسف، يضحك. ست ساعات والله عمي احنا بخير، ايش فيك؟ احنا بخير. اي والله اكيد، والله العظيم. اكو ناس تتمنى تشوف هيك مناظر. انا قد شفتها خلاص، ما عشت الشيء. شبعت؟ اكو ناس تتمنى تحصل على عمل، واحنا الحمد لله وشكر عندنا عمل. احنا المفروض يعني ها شوف هسه العراقيين، شوف واحد كتب لي بالتعليقات يقول اتمنى، ما عرفت اسم ولد ولا بنت، شوف الناس تتمنى والله. اتمنى تجي بهيج مكانات، المفروض احنا بهذا المكان. اول شيء نحمد الله وشكره، الحمد لله وشكر على هاي النعمه. وثاني شيء لازم نعمل بجهد. لا تتصورون انه انا ليل ونهار اعمل، اي انا اعمل ليل ونهار بس مو كل الاسبوع، يصير عندي بعدين اخذ وقت، اخذ اجازه، اروح اطلع استمتع. يوسف ليش تتابع الناس وما تتابعني؟ انا؟ اي هاي تابع من على اليوتيوب ما متابعني. انا قد فتحته بلاده، انا قد اشوفك مباشر، يقول اشوفك مباشر، ازيد اشوفك بالموبايل. الله يذكرك بالخير ابو حسين، يقول لي وين ما اروح القاك؟ بالانستغرام، بالهاي بالهاي، اكيد هاي كلها بفضل الله وبفضل جهود فريق النشر اللي هم مديرهم استاذ عدنان حبيبي وعزيزي، ياخذون المقاطع مالتي ونشروها بكل مكان. كل ما وين وينك منصه تلقاها؟ بالتيك توك، بالكواي شو، احنا نسميه كواي شو، اعتقد انتم تسمونه كواي، كيوي يسمونه، ما اعرف شو يسمونه. بالانستغرام، بالسناب، على مود توصل المقاطع مالتي لاكبر عدد من الناس، وبهذا الطريقه انا ممكن ابيع البضاعه مالتي. شوف شوف الطريق يمل، مو قلت لكم الطريق ما يمل؟ 10 ساعات، 20 ساعه، ماكو مشكله، توقف حمامات، صلاه، تغسل، ترتاح، تنطلق، تنعس، توقف، تنام، ما اقود السياره اذا انا نعسان ابد. ما كانت كبه نوعيه ممتازه 7200 دولار. كم؟ 7200 دولار. ام راشد عندها تفاصيلها، يقول لها نفسها اللي سعرها 7200 دولار، عندك تفاصيلها سابقا. انا اقود السياره وعندي جروب، انا ما ارد على الزبائن مباشره بالنسبه للواتساب والفيس واي ما اقدر، لكن عندي موظفين يختصرون الرسائل كلها ويسالوني، عندي واحد موظف، اثنين عندي. فواحد صباحي وواحد مسائي. يختصرون هاي الرسائل كلها ويقولوا لي يابا ياسر مثلا هسه سؤال اجانا، انا دائما ارد على هاي الشغلات، هسه يوسف يساعدني يرد لي جاي اقود السياره، يابا اريد كذا بضاعه باقي خلاص كذا، وانا اجاوب. قلت لكم انه الترتيب اساس نجاح العمل. يوسف من الجوع قل لي، محضر لك اكله اليوم غير شكل. ها؟ من الجوع قل لي، ما اقصر. احنا منطقه غلط. ها؟ او غلطت بالطريق مره اخرى. عاد هانزيد نغلط فوق 700 كيلو. المشكله الغلطه والله. احنا بغابه وني كل شيء. لا 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 ممكن ممكن ماكو مشكله، اكو ما فرق خرجه منا وخرجه منك. هاي من ورا الموبايل وجماعة اليوتيوب، خذ الموبايل ووقف البث يوسف، من ورا من ورا اليوتيوب، وانا اسولف 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 وغلطت بالطريق. والسلام عليكم ورحمة الله، راح نغلق البث. اي غلق غلق. نشوفكم ان شاء الله في بث اخر، في بث اخر عند الوصول في امان الله. مع السلامة.